لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتكميلها وتتميمها، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحديثنا اليوم عن خلق جديد من هذه الأخلاق الكريمة. حديثنا اليوم عن خلق الحياء، الحياء الذي هو خلق الإسلام الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. الحياء عباد الله الذي هو من أنبل الصفات وأعظم السمات الذي يتصف بها الإنسان، وكفاه ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. الحياء عباد الله هذا الخلق العظيم الجميل الذي يبعث في صاحبه الاستحياء من كل قبيح، فإن الحياء يجعل صاحبه يمتنع عن كل قبيح، سواء كان هذا القبيح من المعاصي أو المباحات. أما المعاصي فمعلوم، ولكن المباحات، أي نعم، إن الحياء يمنع صاحبه من فعل المباحات التي تقبح منه. وفي مثال كالذي يأكل في الطريق مثلا، فالحلي لا يفعل ذلك لأن ذلك يقبح منه، فكيف بما هو أعظم من ذلك من المعاصي والذنوب وغير ذلك. الحياء عباد الله أعظم سمات الإنسانية، والذي ليس عنده حياء ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدماء. أي نعم، الذي ليس عنده حياء ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدماء، والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي قل عنده الحياء أو انعدم والعياذ بالله عنده الحياء لا خير فيه، ونعوذ بالله من ذلك. فما أحوجنا عباد الله إلى الحديث عن الحياء، وما أحوجنا إلى نشر الحياء، لا سيما في هذا الزمان الذي يقتل فيه الحياء ويدمر فيه الحياء ويذبح فيه الحياء والعياذ بالله. فما بين وسائل إعلام فاسدة تدمر أخلاق المسلمين وتنشر الرذيلة وتحارب الفضيلة يقتل الحياء والعياذ بالله، وما بين سلوكيات وأحوال في الأقوال والأفعال يرتكبها الناس في كل مكان على مدار اليوم والساعة، ما ينتشر كانتشار النار في الهشيم، ترى السلوكيات والأقوال والأحوال التي تعبر عن قلة حياء أو خل عن انعدام حياء عند بعض هؤلاء والعياذ بالله. فما بين سباب في الشوارع، وما بين عري، وما بين والعياذ بالله صخب وضجيج، وما بين تشبه بين الرجال والنساء، هذا يلبس لبسة هذا وهذا يلبس لبسة هذا وغير ذلك من المظاهر التي لا تحصى في حياتنا الآن، تعبر عن قلة الحياء أو خل ربما في بعض الناس انعدام الحياء والعياذ بالله. وكما نكرر، الذي لا حياء عنده لا إنسانية عنده، أي أنه يشبه البهائم والعياذ بالله في حاله وأخلاقه، وليس له من الإنسانية إلا اللحم والدماء فقط. إذن فالحياء هو
الذي هو مادة الحياة، الحياء هو مادة الحياة الكريمة التي تعبر عن المسلم الذي تخلق بأخلاق الإسلام. ولذا نحتاج أن نقف مع هذا الخلق الجميل العظيم وقفات، هي وقفات ثلاث. الأولى مكانة الحياء في الإسلام، والثانية أنواع الحياء، والثالثة صور ونماذج مشرقة من أصحاب الحياء. فأما مكانة الحياء في الإسلام وفي الدين، فإن خلق الحياء خلق قديم منذ فجر التاريخ والزمان، فإن الأنبياء جميعا جاءوا بهذا الخلق العظيم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وعلى تفسيرين عند العلماء: إن لم تستحي أي إذا وجدت أن هذا الذي ستفعله لا يعرضك لقلة الحياء فافعل. والتفسير الثاني: إن لم يكن عندك حياء البعيد والعياذ بالله فهو فاجر فليصنع ما شاء. وهذا الأشهر: إن لم يكن عنده حياء فسيفعل كل شيء والعياذ بالله. ولذلك قليل الحياء أو منعدم الحياء تراه يرتكب كل شيء ولا يبالي بشيء، ونعوذ بالله من ذلك. والحياء كذلك خلق تأصل في العرب الذين خرج منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوه عن نبي الله إبراهيم وإسماعيل، فكانت العرب كذلك تعرف الحياء وتتمدح به، ويمدحون من يتصف بالحياء مع كفرهم ومع ما كانوا عليه من انحرافات، إلا أنهم كانوا يحمدون الحياء ويتمدحون به. انظر إلى أبي سفيان ابن حرب، وكان يومئذ على الشرك رضي الله عنه، يوم وقف أمام هرقل، وقد بعث إليه هرقل ليسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقف وراءه بعض أصحابه وقال لهم: إن كذبني فأخبروني، أو كلمة نحوه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. هم أصحابه كفار مثله، يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عرب يعظمون الحياء. يقول أبو سفيان: والله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا، أن أصحابه أن يأثروا علي كذبا، يعني بعد ما رجع مكة يعود يقول أبو سفيان كذب. انظر، وهؤلاء كفار. يقول: فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. ولما جاء الإسلام عظم من خلق الحياء، بل جعله الخلق الأعظم في هذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. والعبرة في ذلك عباد الله أن الحيي يأتي بكل خير، وأن الحياء يأتي بكل خير. ولذلك جعل الحياء هو تاج الأخلاق في الإسلام، فصاحب الحياء سيتصف بكل الصفات الجميلة. والحياء كذلك مظهره الأعظم الوجوه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس يظهر عليه أثر الحياء. فالحيي إذا استحيا ترى وجهه يتغير وتظهر عليه علامات الاستحياء والحياء. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حياء. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أي يظهر على وجهه. وهكذا الحي، فإنه يستحي ظهر على وجهه علامات الحياء. ولذلك لما جاء الإسلام أوجب هذا الخلق في الناس، وحض عليه وحث عليه
وجعله أعظم مكارم الأخلاق. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الكثير مما يدعو إلى التخلق بهذا الخلق، ومنه ما سبق، ومنه كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. انتقى الحياء من بين كل شعب الإيمان، وذكره كمثال بين لا إله إلا الله وإماطة الأذى. يقول العلماء: لأن الحياء هو تاج الأخلاق، فصاحب الحياء سيتصف بكل الأخلاق الجميلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زانه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياء كما يفعل أحيانا بعض الناس عندنا جهلا، فإنهم يرون ولدا من أولادهم ربما فيه علامات الحياء، فإنهم ينهرونه وينكرون عليه، وإذا قلت لهم في ذلك يقولون لك حتى يكون راجل، وألفاظ أخرى أنتم تعلمونها ونحو ذلك. إذا وجدوا ربما في بعض الأولاد حياء ينكرون عليه. ولذلك لما أنكر أحد الناس على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شدة حيائه، وكأنه كان يقول له: توقف عن هذا الحياء الذي يجعلك تظلم، ويجعلك يؤكل حقك، ويجعلك الناس يأخذون حقك ونحو ذلك. وهذا يحدث، إن الحيي إذا وقع بين لئام ربما نالوا من حقه ما نالوا لأنه حيي، وكأن الرجل يلومه في ذلك: لغاية إمتى هتفضل كده بتتكسف، ولغاية إمتى الناس هيفضل يأكلوا حقك، كما يقول الناس لمن يروا منه الحياء. فعند ذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهم، فإن الحياء خير كله، دعهم، أي دعه على ما هو عليه. نعم، ربما يظلمه بعض اللئام، ربما يأكل حقه بعض الناس، لكن هذا الخلق إياك أن تنهاه عنه، ولكن ننصحه وننبهه إلى حقه وكيف ينال كذا وكذا ونحو ذلك. ولذلك الحياء خلق عظيم، خلق الإسلام الأعظم، فهو يتصف به الصالحون والصالحات. ولقد ذكر الله عز وجل لنا في كتابه شواهد كثيرة على ذلك، ومنها ما جاء في قصة نبي الله موسى عليه السلام من أن هذا الخلق يعبر عن الصلاح، إن أصحاب هذا الخلق هم أصحاب الصلاح. وذلك في قصة موسى عليه السلام في الجزء المتعلق بذهابه إلى مدين، أي لما خرج من مصر هاربا من الفراعنة، كما قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن ملخص هذه القصة أن موسى عليه السلام لما فر إلى مدين نزل في مكان معين بجوار عين من الماء أو بئر من الماء، فوجد عند هذا البئر رعاة الغنم يسقون أغنامهم من هذا البئر. فلما انتهوا من سقي الغنم جاءوا بحجر كبير ووضعوه فوق هذه العين، وفي الجهة الأخرى وجد فتاتين شابتين صغيرتين معهما الغنم. فلما رأى ذلك ولاحظ قلة حياء هؤلاء أو انعدام الحياء عند هؤلاء الذين تركوا فتاتين ضعيفتين
لم يتركاهما يسقيان، بل كذلك لم يتركوا لهما مكان السقي، بل سدوه بعدما سقوا أغنامهم. فجاء موسى عليه السلام الحلي الكريم وسأل الفتاتين اللتين اتصفتا كذلك بالحياء، قال: ما خطبكما؟ لماذا أنتما تقفان بعيدا هكذا ومعكم الغنم؟ قالتا: لا نسقي، نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نستطيع أن احنا نسقي الغنم لأن هؤلاء الرعاء يتزاحمون ويمنعوننا من سقي غنمنا، فننتظر عندما ينصرف هؤلاء ونذهب عند بقية الماء الذي كان منهم فنسقي منه غنما. فكان الحيي موسى عليه السلام يقابل حياء الفتاتين الكريمتين بهذا الخلق الكريم، يقابله بالمروءة، فإذا به يذهب ويرفع الحجر عن العين ويأتي بأغنام الفتاتين ويسقي لهما، ثم انصرفتا. وجلس موسى عليه السلام الجائع من السفر الطويل يسأل ربه ولو كسرة خبز: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكانت المكافأة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا وصف الله لهذه الفتاة، تمشي على استحياء. قال العلماء: أي تجعل طرف ثوبها على وجهها استحياء، وتطأطئ رأسها لا ترفعها، أي وهي تكلم نبي الله موسى. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الشاهد عباد الله أن الحياء ممدوح، وأن هذه الفتاة صارت بعد ذلك زوجة نبي الله موسى عليه السلام لهذه الأوصاف الجميلة. فالحياء خلق الصالحين وخلق الصالحات، يتصف به هؤلاء طلبا للأجر من الله عز وجل. بقي لنا أن نتحدث عن أنواع الحياء، وأن نذكر على مسامعكم صورا لأصحاب الحياء. فأما أنواع الحياء فهي ثلاثة: أولها الحياء من الله عز وجل. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. إنك إذا رأيت رجلا صالحا من قومك تستحي أن تفعل أمامه القبيح، لأنك ترى منه كل جميل. فالله ولله المثل الأعلى، لا يكون منه إلا كل جميل، فاستحي من صاحب الجميل أن يراك على القبيح، استحي من الله حق الحياء. ومن الناس من يستحي من الناس ولا يستحي من الله، فإنه إذا خلى وكان في الخلوات والعياذ بالله تراه يرتكب الذنوب ويرتكب والعياذ بالله الموبقات، كما قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ومن الناس ما هو عكس، وهذا ينقلنا إلى النوع الثاني، وهو الحياء من الناس، وهو النوع الثاني من الحياء من الناس. فإن الإنسان إذا استحيا من الناس منعه ذلك من فعل القبيح. وأفجر الناس من لا يستحي من الناس والعياذ بالله، لأن كل من لم يستحي من الناس جمع معه عدم الاستحياء من الله، فالذي لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. فهؤلاء فجار والعياذ بالله، الذين لا يستحيون من الناس والعياذ بالله. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: لا خير في من لا يستحي من الناس. وأما النوع الثالث فهو الاستحياء من النفس، أن يستحي الإنسان من نفسه، وهذه من أعلى وأشرف درجات الحياء، أن يستحي الإنسان من نفسه. فكلما جاء ليفعل شيئا قبيحا قال:
يلوم نفسه: يا نفس كيف أفعل ذلك؟ كيف أفعل هذا القبيح والله يراني؟ فيستحي من نفسه، فيجمع عند ذلك بين الاستحياء من الناس والاستحياء من الله، لأن من استحيا من نفسه كان أجدر أن يستحي من غيره فيمتنع عن القبيح. وأما الصور المشرقة والنماذج الطيبة في الحياء فنذكر على مسامعكم 4 نماذج. أما الصورة الأولى فهي لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، التي تذكر لنا مثالا يدل على عظيم حيائها رضوان الله عليها. تسمع أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو في بيتها يتكلم، فيقول صلى الله عليه وسلم في كلامه: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، الذي يجر ثوبه يعني حتى يصل إلى الأرض، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فماذا تقول أم سلمة؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يفعل النساء بذيولهن؟ هي ظنت رضي الله عنها أن هذا حكم عام يخص الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد الرجال. لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء، أي من الرجال. فقالت: ما يفعل النساء بذيولهن؟ النساء ثوبها يجر في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا، أي تنزل المرأة ثوبها على الأرض شبرا. ماذا قالت الحيية رضي الله عنها؟ قالت: يا رسول الله، إذا تنكشف سوقهن، شبر على الأرض الثوب وتقول تنكشف سوقهن. نعم، هي تفعل أو تريد أن تشير إلى أن المرأة ربما هي تمشي وهي ترتفع، فعند ذلك حتى ولو كان الثوب طويلا شبرا على الأرض ربما تنكشف أو ينكشف ساقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك، يرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأين هذا عباد الله مما وصل إليه حال الناس في هذا الزمن؟ لقد انعكس الأمر، لقد صار الرجال يرخين ثيابهم شبرا وربما ذراعا، وصارت النساء يرفعن ثيابهن شبرا وربما ذراعا، ونسأل الله العفو والعافية. فأين الحياء في ذلك؟ وأما الصورة الثانية فهي للمرأة السوداء رضي الله عنها، التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يقول عطاء بن أبي رباح: قال لي ابن عباس: ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ أقول لك على حد ماشي قدامك دلوقتي من أهل الجنة؟ قال: تلك المرأة السوداء، وأشار إلى امرأة سوداء. قال: تلك المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أسرع وإني أتكشف، أي يصيبها مرض الصرع فتسقط على الأرض فربما تنكشف أو ينكشف شيئا من عورتها. فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أسرع وألا أتكشف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت فدخلت الجنة. فقالت: أصبر، إن شئت دعوت الله الآن يشفيك من هذا المرض، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. ثم قالت: يا رسول الله، ادعو الله لي ألا أتكشف، يعني يصيبني الصرع سأصبر حتى أنال الجنة، لكن ادعي لي، لأنها حية، ادعو الله لي ألا أتكشف، لما أقع في الأرض لا تنكشف عورتي. فأين نسوة هذا الزمان التي يكشفن عوراتهن للناس اختيارا؟ هذه كانت عورتها تنكشف اضطرارا، تبكي وتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم.
تسأله أن يدعو الله له. فأين هؤلاء الذين يكشفون عوراتهن اختيارا والعياذ بالله في الشوارع والطرقات لكل من والعياذ بالله أراد أن ينظر؟ وأما الصورة الثالثة فهي لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، حجرة عائشة التي كان ينام هو وعائشة فيها، دفن في حجرته. وليكن لو تصورنا الحجرة عبارة عن هذا المربع، وكان سرير النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في هذا الركن، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحجرة من هذه الجهة. ولما مات أبو بكر دفن أبو بكر بجوار صاحبه هكذا. تقول عائشة رضي الله عنها ثم مات عمر بعد ذلك فدفن عمر هكذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأتخفف من ثيابي وأقول هذا زوجي وهذا أبي، فلما دفن عمر فوالله ما دخلت بيتي إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. أين هؤلاء الذين يمشون والعياذ بالله بالعري والعياذ بالله أمام الأحياء في كل مكان؟ إنها تستحي رضي الله عنها من ميت أن تتخفف شيئا من ثيابها في حضور ميت في قبره. وأين هذا من أمهات يتكشفن ويتعرين أمام أولادهم البالغين؟ وهذه مظاهر منتشرة في بيوت المسلمين، ترى المرأة تتكشف وربما تلبس الضيق من الثياب أمام أولادها وأمام محارمها، وربما أولادها البالغين، فضلا عن الأولاد المميزين. وكل ذلك علامة على قلة الحياء. وأما الصورة الأخيرة والرابعة فهي حياء عثمان رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن ساقيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته قاعد على الأرض ومسنود النبي صلى الله عليه وسلم ساند ظهره على حاجة وما تدري ليه، وقميص النبي صلى الله عليه وسلم مرتفع إلى ما تحت ركبته يكشف عن ساقه، الساق اللي هو من كعب الرجل إلى الركبة يكشف عن ساقه. قالت فاستأذن أبو بكر فأذن له، فدخل أبو بكر وهو على تلك الحال فتحدث إليه. قال ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال وتحدث إليه. قالت ثم استأذن عثمان، قالت فلما استأذن عثمان لم يأذن له حتى غطى ساقيه وجلس. قالت فلما ولى القوم قلت يا رسول الله لما دخل أبو بكر وعمر لم تهتش ولم تبالي، ولما دخل عثمان غطيت ساقيك وجلست. قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي الرواية الأخرى قال يا عائشة إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن بقيت على حالي هذه ألا يبلغ إلي حاجته. لو أنا فضلت قاعد بالشكل ده عثمان حيي جدا هيفضل حاطط وشه في الأرض وخلاص هيقلل الكلام وهيمشي، لأنه ما يستطيع أن يرفع نظره إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كاشف ساقيه. انظروا إلى هذا الحال، أين هؤلاء من الرجال الذين يمشون في الشوارع وتجد بلغ الستين من العمر ربما ويلبس المايوه؟ نسأل الله العفو والعافية. الحياء عباد الله خلق الإسلام العظيم، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى الحياء، ما أحوج المسلمين أن يعودوا بأجيالهم إلى خلق الحياء الذي هو خلق الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.